خلينا بقى دلوقتي نروح كده ونستعرض اخبارنا موضوعاتنا النهارده، لان لازم اكيد في البدايه نقول يعني مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب والقائمه المحترمه اللي ليه، وكمان يعني عندهم 4 سنوات بقى مزيد من العطاء خلينا نقول، وثقه كبيره طبعا من اعضاء الجمعيه العموميه وضعوها في المجلس، لانهم متاكدين يعني اكيد انهم هيحققوا طموحاتهم واحلامهم في كل المجالات، بنتكلم اجتماعيا انشائيا رياضيا، فبالتوفيق ان شاء الله. بس كان بقى عايز اقول لك يوم حافل طبعا، يوم حافل، اعداد كتيره وناس فرحانه ويعني فاهم ازاي، وانا بقى يعني كنت موجوده، فعايزه انقل لك الصوره حيه يعني عن طريق انا بقى. طبعا احنا كاميرا النادي الاهلي وكاميرا قناه الاهلي كانت موجوده، ولكن يعني بص مثلا ادي اكبر دليل. لا كده كنت هناك فعلا. انا على فكره اكتشفتها تاني يوم، بس ده مش من حاجه، ده من عارف مش فكره زحمه وبتاع، لا احنا علشان عايزين نيجي هنا وعايزين نبقى مع الناس بتوعنا وعايزين نروح، يعني الواحد مبسوط حتى وهو تعبان، بس مبسوط انت عايز تبقى متواجد من الساعه مش عارفه قبل الصلاه لغايه بالليل، في ناس قعدت لغايه لما النتيجه طلعت فاهم، فيعني كان يوم فعلا حلو، والناس كلها بتعمل ده بروح وبمحبه شديده جدا وباحساس عالي جدا بالمسؤوليه. يعني الواحد حضر انتخابات مجالس ادارات في نوادي مختلفه قبل كده، لكن بتلاقي طبعا في كتير من الاعضاء وبالذات القدامى الاعضاء دايما بتلاقيهم ايه متحملين المسؤوليه، لكن في فئه كده تلاقيها مش في دماغها، لكن فيما يتعلق بانتخابات النادي الاهلي كل الاعمار يا كريم وصغير. كل الاعمار، وعايز اقول لك الناس يعني بجد واحنا واقفين مع القائمه بتاعت كابتن خطيب، وهو كان جه بيجي وكان بيروح بيجي ويروح يلف طبعا في النادي وفي اللجنه، الناس معديه من قدامنا ما فيش حد مش عايز يتصور معايا، اطفال اللي هو واحد عنده 3 سنين، والله انا كنت حتى قلت له وانت عارف كابتن الخطيب، يعني عارف اللي هو الولد عارفه يعني بص من سن كام لسن يعني تمانينات واكتر، فحاجه كان او كان مشهد فعلا مفرح فعلا جدا.